حرصا على رفع مؤشرات الأداء الوظيفي وضمن البرامج المعتمدة لدى المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية في مكتب محافظ مسندم، أقيمت ورشة عمل بالشراكة مع الأكاديمية الدولية في إعداد الخطط والأهداف ومؤشرات الأداء الوظيفي لدى مدراء العموم ورؤساء الأقسام الإدارية، وذلك حرصا على تطوير وتمكين الإدارات الداخلية. جاء هذا البرنامج ضمن البرامج المعتمدة لمكتب المحافظ هذا العام، ولما له من أهمية وارتباطه برؤية عمان 2040، استهدفنا فيه نواب الولاة ومدراء دوائر تقسيمات المكتب. يهدف هذا البرنامج إلى عدة محاور، لعل من أبرزها التعريف بالتخطيط الاستراتيجي وكيفية موائمة رؤية عمان 2040 مع الخطط الاستراتيجية، والتعمق في الخطط التفصيلية كي يصبح المشارك متمكنا من إعداد هذا النوع من الخطط. ويأتي هذا البرنامج بهدف تمكين المشاركين من إعداد الخطط الاستراتيجية ورسم أهداف العمل في سبيل تحقيق الأهداف والرؤى الموضوعة. دورة مهمة جدا ودورة متخصصة، هي خاصة بإعداد أولا ما هي المهارات المطلوبة لأي قائد، ثم بنتكلم فيها عن التخطيط الاستراتيجي، بنتكلم فيها عن التخطيط التشغيلي، بنتكلم فيها عن مؤشرات الأداء وكيف، وبنتكلم هنا بنتكلم على بطاقة الأداء المتوازن. كل ده ذلك مرتبط بالخطة الاستراتيجية لسلطنة عمان هي 2040. يعد هذا البرنامج من أحد أهم البرامج التدريبية المعتمدة في مكتب المحافظ، والتي تسعى إلى تطوير وتنمية مهارات الموظفين في جانب التخطيط الاستراتيجي حسب متطلبات رؤية عمان 2040، وبالإضافة إلى متطلبات الإجادة المؤسسية. يهدف هذا البرنامج إلى التعرف بأهمية التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى الخطط التشغيلية المنبثقة من الخطط الاستراتيجية، كيفية قياس هذه الخطط من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث تمثلت أوراق العمل في الاختصاصات الإدارية المتنوعة، وأبرزها الدور الفعال في قيادة المنظومة الإدارية وطرق تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمؤسسة بما يضمن نجاح مراحل العمل فيها. تأتي هذه الورشة بهدف رفع الكفاءة الإدارية في مكاتب الولاة والأقسام الإدارية في مكتب محافظ مسندم، وذلك بهدف رفع مؤشرات الأداء الوظيفي فيها. من ولاية خصب، عبد الرحمن بن علي الظهوري، محافظة مسندم.